تعرفي نادية، أنا ماني زعلانة لأني عرفانة إنه هيك رح يصير، وهذا الشي واضح من زمان بالنسبة لي. لكن ليش عم تبكي؟ أنا زعلانة على أيامنا الحلوة وذكرياتنا اللي رح تروح. علاء شاب بجنن وحساس كتير، تخيلي صلي معه أكتر من 3 سنين ما سمعت منه كلمة واحدة ضايقتني. إذا عم ببكي، عم ببكي على الأيام اللي قضيناها سوا وأيام المدرسة. وانتي بتعرفي قديش أنا استنيت لحتى يقلي كلمة بحبك. لكي رح أتركك تبكي من هون لبكرة، وبكرة جاي قعدك مشوار بجنن وأصحك تقولي ذكريات ومدرسة وأيام حلوة، ماشي؟ Thank you.